بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم على الاكسمنت اوليفيا اللي هي 15. تمام. طبعا النسخه الحاليه اتكلم عن اللي هي ريليز كانديديت 1 ار سي 1. طبعا نسخه مرشحه معناتها ار سي. وش الموضوع صار؟ صراحه صارت حاجات كثيره، عشان كذا انا استغربت مؤخرا صاروا ما يقولون احنا ايش قاعدين نسوي. فقلت شكلهم عندهم يعني مفاجاه قويه، وفعلا صارت مفاجاه قويه جدا. التوزيع مليانه حاجات. من الحاجات اللي موجوده بالتوزيع اللي هي تعديلات مدير الدخول، تعديلات بالواجهه الرسوميه، يعني تعديلات حتى بالواجهه التحكم الخاصه بالمستخدمين. يعني من الاخر التوزيع صارت اسهل من قبل من عده نواحي. زين، هذا هو اللي اقدر اقول لك اياه باختصار. اما بالنسبه لرائحه الشكل، فالشكل تغير جذريا. لا يهمك هذا، لا، في حاجات كثيره جدا جدا تغيرت بالشكل. بالنسبه للحاجات الثانيه التقنيه اللي هي مثلا الاعداد والشغلات هذه، اضافوا مدير تعريفات حلو جديد راح نشوفه طبعا، واضافوا قدره على استكشاف العتاد بشكل احسن. طيب ورنا الشغلات هذه ولا تكثر كلام. حاضر، اوكي، خلاص اغير النافذه هذه شوي. اوب، ايوه. طيب طبعا هذه الواجهه الافتراضيه السينمن، طبعا هي اللي حصل فيها تغييرات كثيره كسينمن. خلينا نجيب المايك منه شوي عشان الصوت يزبط. تمام. ليش؟ لانه الماتش تقريبا صار فيها تحديثات وكلكم يعرف، لكن تحديثات ليست جذريه، فعلا تحديثات لل زي ما تقول اداء، لكن كشكل ما تغير شيء كثير. نبدا بالبدايه من سطح المكتب. اول شيء الارت وورك اللي الخاص بالشكل تم تغييره، زي الخلفيات وشغلات زي هذه، زي ما انتم شايفين حطوا 15 كيت، ما راح يحطون 14. تمام. لكن اضافوا خلفيات جديده وجميله جدا 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 زي ما انتم شايفين، طبعا دقه عاليه وتفتح النفس من الاخر. يعني طبعا راح اسحب هذه كلها على توزيعتي الجميله اللي هي لينكس مينت ديبيان. لكن فعلا في حاجات حلوه زي ما انتم شايفين، ممكن من هنا تختار اي حاجه زي ما انتم. طبعا اللي يعرف التوزيع قبل ما صار فيه اي تجديد، غير انه مدير النوافذ صار فعليا تغيير النوافذ وتغيير خلفيات صار اسرع من قبل زي ما انتم شايفين، بسرعه يصير يغير الحين. طيب هذا بالنسبه لي النقطه الاولى اللي هي سطح المكتب. النقطه الثانيه اللي هي اد ديسكليتس. طبعا الموضوع هذا كله يتكلم عن سينمن 1.8 او 1.8. طبعا بعض الناس يقول ليه ما جبت جديد حقنا لارج؟ ادري اني وصلتكم قبل، لكن في ناس ما تدري، اسكتوا. طيب اد ديسكليتس، طيب نضيف هنا، هذه عباره عن ايش؟ تعرفون بالاندرويد فيها التطبيقات تضاف على سطح المكتب، زي مثلا تقويم مصغر، حاجه زي هذه. صاروا الان عندك امكانيه انك تضيف زي ما انت شايف ساعه مثلا، تختار هنا اد ديسكتوب. تمام؟ زي ما انت شايف طلع عندك ساعه، ممكن تحطها بسطح المكتب. في هنا صوره، في هنا بصراحه هذا اللانشر اللي خاص بالبرامج. في حاجه جميله جدا، سابقا لما انتبه تضيف شغله لازم تدخل على الموقع وتجيبه وتنزله يدويا. الان في عندك جيت مور اونلاين، مما يعني انه راح تجيلك حاجات اونلاين بدون ما ادخل للموقع، مجرد تحط علامه صح وانستول. جميل. طيب في عندك هنا اعدادات عامه خاصه بالديسكليتس، ما تهمنا ولا راح نتكلم عنه لانه راح نتكلم بتفاصيل ان شاء الله قريبا، لكن يهمنا هنا الحين اللي هن الاحتفالات الجديده. طيب هذا بالنسبه للديسكليتس او سطح المكتب. طيب في حاجه ثانيه اللي هو مدير الملفات، في حاجات جميله جدا. اول حاجه زي ما انتم شايفين مثلا النافيجيشن او ما يسمى، والله ما ادري شو اسمه صراحه بالعربي، ما ادري شريط التصفح. تمام. زي انتم شايفين شكله صار جميل جدا، اختصروه وطلع رهيب. طبعا الشغلات هذه اللي هنا عارفين انتم قبل، لكن من الشغلات الحلوه اللي صارت اللي هي دوكيومنت او باي مجلد ممكن تدخل عليه بشكل منسق وجميل زي ما انتم شايفين من هنا. طيب يهمك ايضا تعرف انه القائمه هذه صار انك ممكن تخفيها وتظهرها بشكل بسيط من هنا، ممكن من هنا تغير طريقه عرض الملفات الى الطريقه هذه مثلا. تمام، اللي هي عرض الشجري، ممكن انك تتركها على ما هو عليه افتراضي. هذه واحده من الاشياء اللي تم تغييرها كمدير ملفات. طيب في حاجه حلوه، مدير الدخول، تذكرون لما حابين نسجل دخول نكتب اسم مستخدم وندخل تلقائيا، تكتب اسم مستخدم وندخل. الان بشكل افتراضي اعتمدوا مدير دخول يعطيك الخيارين، انك تكتب اسم مستخدم وتدخل او انك تضغط على اسم مستخدم. ايضا في حاجه جميله جدا، صار فيه مدير دخول متحرك، يعني صار عندك خلفيات متحركه ممكن تسوي مدير دخول، جوالي صك راسي. طيب خلونا نشوف ايش قصه مدير الدخول. طبعا انا ما اقدر اسجل دخول، لذلك ركبته هنا كفيرتشوال بوكس. لو جينا الحين ضغطنا على منيو لوج اوت كتسجيل خروج، طبعا الفيرتشوال بوكس فيه شوي بطء. لو ضغطنا لوج اوت الان راح تلاحظون انه راح يجينا خلفيه لكن متحركه. خليكم معي، طبعا في اكثر من خلفيه متحركه، انا اخترت هذه لان هي الاسرع نظرا لان جهازي العزيز كارت شاشته متواضع جدا. طيب زي ما انتم شايفين الخلفية متحركة جميلة جدا، طبعا قد يكون في تقطيعات بسيطة بسبب التسجيل الان، يظهر هنا اللي هم
مستخدمينك وإلى آخره. طبعا مليان ثيمات ممكن تغير الثيمات ببساطة شديدة جدا. خلونا نوقف هذا عن طريق الدخول للوجن ويندو وتسوي اللي تبي. طبعا في ثيمات جديدة زي ما انتم شايفين ثيماتكم اللي قبل تعرفونها خلاص. بالنسبة للمطورين صار في دعم للHTML HTML 5 والCSS صار التعديل بسيط جدا. ايضا في حاجات للخاصة بالGDM زي ما انتم شايفين ممكن من هنا نختار اللي هي القديمة اللي كانت موجودة تمام. لكن الان حاليا صار عندنا اللي هنا الشغلات حقت الHTML صور وحاجات جميلة جدا مجرد انك تضغط وتختار. طيب هذا بالنسبة لي واجهة الدخول. طيب ايش عندنا اضافي؟ اضافوا لنا الله يسلمكم لو رحنا الان للتطبيقات حطينا السورس سوفت وير. طبعا هذا خاص بلينكس من تم بناءه من الصفر او المصطلح اللي هو فروم سكراتش. زي ما انتم شايفين صار عندهم مدير مصادر برامج خاص وهم ما يعني انه 100% من الاشياء الحلوه جدا. لو ضغطت على المين اللي هو خاص بالسيرفر الاساسي اللي يجي للبرامج لو ضغطت عليه لاحظ انه راح يقول لك ايش حاب تختار من هذولا وبعدين راح يسوي له اختبار سرعه. تفرج الحين راح تشوفون زي ما انتم شايفين حاليا هذا اسرع واحد يجيب لك اياهم بالشكل هذا. ممكن ترتبهم من ناحيه الابطا او من ناحيه الاسرع تمام. في هنا حاجات ثانيه ممكن تضيفها يعني بصراحه شغله جميله جدا راح نتكلم ان شاء الله تفاصيل بالدروس القادمه. لكن همك تعرف انه الان تقريبا الطرفيه صارت حاجه ما يعترف بها تقريبا. اوكي في حاجه ثانيه اللي هو مدير التعريف ايضا اضافوا واحد جميل جدا جديد بس حاليا اساسا ما عندي تعريفات عشان ابي اضيفه لانه تقريبا جهازي بشكل عام يتعرف بدون اشياء اضافيه. لكن بالناس اللي استخدم انفيديا مثلا على سبيل المثال راح تطلع لك قائمه بالتعريفات المتاحه وتختار اللي تبي تضغط على ابلاي وتضغط ريبوت اذا كان يحتاج الموضوع الى ريبوت. طيب هذا بالنسبه لمدير التحديثات. في عندنا حاجه ثانيه اللي هي الان لو دخلنا على القائمه من هنا سيتنجز اول سيتنجز راح تلاحظ انه مدير النظام اصبح متكامل. سابقا كان فيه مديرين كنت تذكرونهم الان واحد فقط يحمل كل شيء زي ما انتم شايفين من الخلفيه الى اخر شيء. يهمنا ايضا نعرف انه الثيمات لان واحد يهمنا الشكل. في عندك جيت مور اونلاين لو ضغطت عليه نفس الحكايه قلت لكم ممكن يجيب لكم حاجات من الانترنت. طبعا في اضافات كثيره ممكن انتم تساهمون بتصميم ثيماتكم الخاصه اذا كنتم مطورين. تقريبا هذا اللي يهمنا نعرفه حاليا. في شغله جميله جدا اللي هي قبل نطلع في عندك اللوك سكرين. اللوك سكرين اضافوا له خاصيه جديده وهي انك تكتب رساله اذا حبيت انك تسوي اغلاق الجهاز. مما يعني انك ممكن ترسل رساله للشخص اللي راح يجي لجهازك انت ما انت موجود لكن شاف الشاشه ممكن تكتب له اي وين تو ميك سم تي مثلا. راح تجيب على طول الشاي وين الشاي بس ريدي اصبر شوي ترى مؤخرا صاير ما احب انتج الحلقات ارفع وش ايوه. طيب جبتوا لنفسكم طيب اوكي لاحظ شو بصير الحين. يلا علق الشاشه يا صديق دق. ليش ما علق الشاشه؟ لوك سكرين اوكي اوكي زي ما انتم شايفين المنطقه هذه يفترض ان يظهر فيها الرساله بس انا ما اخترت الرساله. عموما اظهر لك رسالتك هنا. خلينا نحاول نطلع الرساله مره ثانيه. قد يكون في مشكلة حاليا لان النسخة الى الان مش مزبوطة. اوكي، زين شوفين هذه هي رسالتي اللي كتبتها قبل شوي طلعت هنا، يمكن الرسالة عشان قبل شوي طويلة فما ما اقبلها. اوكي، تقريبا هذا الى الان هو الاشياء المهمة والحلوة، زي ما انتم شايفين بصراحة انا مبهور جدا بالتوزيعه. الاشياء اللي صارت اشياء كنت اتمنى اني اشوفها وفعلا صارت، مؤثرات، حاجات جميلة كثيرة جدا. ان شاء الله توزيعها راح تكون بنهاية شهر مايو الحالي، راح تصدر الاصدار الاخيرة من لينكس مينت 15 اوليفيا. لا على طاري اوليفيا طبعا هذا مره داخل الموضوع. الظاهر مطورين لينكس مينت مغازلجيه اللي هم نسونجيه كل توزيعاتهم اسامي حريم ناديه مايا اوليفيا راح اسالهم اقول ليش. يلا نشوفكم ان شاء الله بدروس جايه و راح يجي سؤال قاتل على تويتر او اي مكان هل اثبت التوزيع ولا انتظر؟ هل انت مثبت التوزيع ولا لا؟ اول شيء تثبيت التوزيع او ما ثبته شيء راجع لك. اذا حاب تثبت التوزيع ثبته ما عندك اشكاليه، لكن لو عندك جهاز مثلا يهمك فيه ملفات والى اخره او من انت من النوع اللي ما يحب يفرمت كثير لا تثبت التوزيع، اصبر لين تنزل النسخه الاخيره. ايضا راح يسالون سؤال ثاني قاتل جدا وهو هل انت تستخدم التوزيع ولا لا؟ لا انا ما استخدمه، انا راح ارجع الحين واستخدم لينكس من ديبيان، ثبت هذه فقط علشان الشرح. ممكن استخدمه اذا نزلت بالنسخة الجاية ممكن لا. نشوفكم ان شاء الله بدروس جاية واي حاجة اي استفسارات اي اسئلة ادخل على موقع arabgnu/linux.org وفي امان الله.